في خبر أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، أطلقت إسرائيل سراح الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة بعد أشهر من الاعتقال. عمارنة الذي أصبح رمزاً للصمود والتحدي تحدث بصراحة عن حالته الصحية قائلاً: بقدرش أسلم، منعرفش شو المرض يلي معنا، حتى إنه ابتعد عن والديه خوفاً من نقل مرض جلدي غامض إليهم أصيب به في السجون الإسرائيلية. معاذ الذي اعتقل أثناء تغطيته للأحداث في الضفة الغربية أصبح رمزاً للصحافة الحرة والصمود في وجه الظلم. بعد أشهر من الاعتقال عاد عمارنا إلى أهله ومحبيه حاملاً معه روح التحدي والإصرار على نقل الحقيقة. لنشاهد. أحلى بب. الحمد لله على السلامة.